بعدين انتبهت هسه بس انتبهت الصابع كلها دم. هذه هاي شنو هاي؟ طلع عند حكم الجرح وما حس. هديه خاتم من من؟ هذه اشتريتها امس ب 5000 المره. اي ما شاء الله. حسن اللي تبرعت ب 61000. اللهم صل على محمد. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نرجو من مهندسنا العزيز محمد ان يحتفظ بخاتمنا العقيقي لديه بعنوان الامانه حتى يبقى الخاتم عنده ولا يباع وله مطلق الحريه بالتختم به، ونقلده الدعاء والزياره. اختكم ام حسن وعيالها من كندا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا هو التختم. ما ادري شنو طابت. دقيقة دقيقة دقيقة، هو التختم باليمين، عندي خاتم لليمين مو مشكلة، يعني كنت أتمنى شوية حتى يجي بإيدي اليمنى، لكن شوي لا 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 اصبر. تستاهل كل خير أبو محمد. في إيدي اليسرى دخل والحمد لله تمام، إذا ما عندهم مانع يعني أنه يبقى بإيدي اليسرى وإيدي اليمنى له خاتم آخر. تستاهل كل خير. وإن شاء الله من أروح للعراق مثل ما تفضل زين، هم عندهم طريقة زين أنه حتى أحوله لليمنى لأن التختم باليمين. يعني شكرا ها على الخاتم من اي لا أنا أنا طبعا طبعا هسه هذا دنحكي على الخاتم. أشكر عبد الله لأنه جاء وكلف نفسه ووصل الخاتم اللي هي هنا إلى موقع العمل، يعني هذا فشرف عظيم جدا. يعني الأخت أم حسن يعني أولا أنا مو أرفع لها القبعة وإنما يعني أرفع شوف طاح القرعة القرعة أرفع لها القبعة، وأختي أخت عزيزة يعني، وأنا أعزها مثل أختي الحجية أم سنان ومثل أختي الحجية أم ليث. يعني شو أقول؟ يعني ما أعرف، عاجز بالكلمات، بقول أنه أخت عزيزة وما أعرف شلون أشكرها وشلون يعني أنا بتبرعها كافي. شوف عندك أهل هني، عندك أهل في كل العالم. تبرعها كافي. أنا ترى شوف أنا مزعل ولدي، يعني مو مزعلهم يعني ما عاشوا وياهم، لكن يعني لا والله مو ما مزعليني، مزعل كل الناس. وما وصار لي 3 سنين هنا ما طالع من لندن وما شايف احد من اهلي زين، مو منة وانما احس انه انتم كلكم اهلي وكلكم اخوتي واخواتي وبناتي وابنائي وانتم عزوتي. ولذلك من واحد يتبرع اقول الحمد لله والشكر. ابني ما يرضى يتبرع لكن الناس اللي تتبرع هم ابنائي، وبالتالي يعني هذا وهذا اللي يهون علينا. تدري ان احنا لو بعيدين عن اهلنا واهلنا معادينا يعني في سبيل هذا الحق يعني على الطريق الناس كلهم صاروا اهلنا. عاتب التلفون هذاك يعني لا تتصورون هذه دموع يعني حزن وانما هذه دموع فرح. يعني ايش كبرها اصلا اني اجي اني دا اشوف الخاتم وقال حسين انا عجبني وريده وما ادري شنو هذا فايز عجبه وهواي ناس عجبهم. يعني ممكن راح يسوي لك عمليه اغتيال اليوم. لا انا خلص يعني يقول ما يطلع مني ما يطلع مني دي اريده وما ادري شنو. شوف واني من يعني ثقوا بالله العظيم اني مرات اقول اشياء بس بها يمكن تتصوروها مبالغه. ما تمنيت فد يوم شيء العفو، ما تمنيت فد يوم شيء من كل قلبي إذا ما تحقق حتى لو بعد حين. أنا تمنيت أنه الخاتم يعني يكون إلي، بس عز علي أنه أنافس أخوتي وأحبائي وما أدري شنو هذه، وقلت عيب يعني يعني ما أكون قريدي يعني أو أناني مثلا بالإنجليزي، مرات أستخدم كلمات سامحوني شوية يعني التعقل هذا ما أدري. المهم فالمهم يعني حتى لا أبين أنه أنا أناني فسكتت ما قلت عجبني وريده وما ادري شنو هذه. ومن صار بالنسبه لام حسن تمام، وقال الاخ عبد الله يعني قلت فعلا بالعافيه عليها، والذات راجع هي التسجيل من كل قلبي يعني والله العظيم قلت بالعافيه عليها وتستاهل تستاهل كل خير. شنو الخاتم رجال هي شنو لا يعني تنطين لابنها تنطين لاخوها تنطين ف يعني ما كنت متوقع انه اني عندي مكانه عندكم مثل ما انتم عندكم مكانه بقلبي، بس هذا فاجأني انه يعني بقد ما اعزكم في الله يعني انتم تعزوني يعني في الله، وهذا فد نصر عظيم. وأني الخاطر أم حسن والخاطر
كل أخت مثل أم حسن تفدي نفسها ومالها في سبيل الإمام الحسين، وأنا أشتغل للإمام الحسين أواصل الليل والنهار، وإن شاء الله ولازم أكمل، وإن شاء الله أنا ترى ما ناسيكم من الدعاء كلكم بدون استثناء. اللهم يعني الشيخ ياسر الحبيب متبرعي قناتي فدك وصوت العترة وفيلم سيدة الجنة، اللهم عافهم واعف عنهم ووفقهم لما تحب وترضى، وبارك لهم في أعمارهم وأرزاقهم، واختم لهم بالإيمان، وارحم أمواتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. في كل صلاة تقريبا كل يوم، وإن شاء الله الله يتقبل مني دعاء، وادعو لأخيك في ظهر الغيب. طولت عليكم ودوختكم. يمكن ليش تدعي لها دعاء عام وشاركها بالثواب مال الخيمه وخلاص؟ هاني هسه هسه اشهدوا اشهدوا علي وانت عبد الله وانت يعني كافي شهود اثنين، وهي يمكن دا تسمعني 16000 واحد يتابعنا يقول شهود اثنين. لا 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 دا اقول يعني اللي موجودين ثابتين، مو اللي وراء الكواليس، مو وراء الكواليس يعني على النت وغير النت. انتم دا تشهدون علي انه اني متبرع لها بنص الثواب والاجر اللي راح احصله من هذا الشغل، والنص الثاني حقي لا كلكم كلكم احبائي واخوتي وكل المتبرعين. طلعت لك نص، مو حسن راح اخذ من عندك ربع.